درست من الأساليب التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع كبير السن مبادرة المسن بالتحية والسلام والمصافحة ويضاف إليه تقبيل الرأس واليد لتبصير الأسرة بحقوق المسن وضرورة العناية به لأنها معطولة من الضعف والعجز إنا شاكرا وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب فيها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا مع كبار السن نرفع شعار هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة المسلم يعيش بيننا والدينا وكبارنا وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم وحسن برهم ورد الجميل إليهم وأداء هذه الوصية ليست من أمر السهل ويتطلب منها الأداء والأقارب الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا يلبي ونوفي والوعي هادينا يلبي ونوفي والوعي هادينا الخير فينا والمنى روح الشباب تقوينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا يلبي ونوفي والوعي هادينا يلبي ونوفي والوعي هادينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا روح الشباب تقوينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا الخير فينا والمنى الخير فينا والعطاء بمنحنا طويل حب حدينا الخير فينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا